تحتضن صحراء المغرب واحداً من أكثر السباقات صعوبة في العالم، وهو ماراثون الرمال الذي يمتد مسافة 243 كيلومتراً وعلى مدى 7 أيام. هو باختصار 7 ماراثونات في سباق واحد كما يطلق عليه المتنافسون، والذين بلغ عددهم هذا العام 1013 متسابقاً. يقطع المتنافسون خلال السباق مراحل صعبة في عمق تضاريس صحراوية وعرة وكثبان رملية وجبال شاهقة وتحت شمس حارقة، حاملين على أكتافهم كافة الاحتياطات اللازمة ومعدات التخييم. العداء المغربي محمد أحنصال هو الأوفر حظا للفوز باللقب هذا العام، فأحنصال هو الفائز بالنسخ 3 الأخيرة من السباق، كما أنه فاز بالمركز الأول بعد انتهاء أولى مراحل السباق والتي قطع خلالها المتسابقون 29 كيلومتراً. أما في مسابقة السيدات فتطمح العداءة المغربية ديدي تودا إلى الفوز بلقب هذا العام، ولكنها تواجه منافسة شرسة من الإسبانية مونيكا أغليرا والتي حصلت على المركز الأول في أولى مراحل السباق.